مرض الفصام لاسكيزوفرينيا. اشنو هو هذا مرض الفصام؟ اشنو هو هذا ما يسمى لاسكيزوفرينيا؟ شنو هو الاشكال ديالها؟ شنو هي الاخطار ديال هذا المرض هذا؟ وشنو هو الاعراض ديال هذا المرض؟ هذا مرض الفصام ما يسمى يعني الفصام في الشخصيه، هو على ان يعني يقولوا بعد نبات يعني تكون الشخصيه مرضيه. عامة هذا المرض هذا راه يبدا في سن 18 سنة هكاك 19 20 يعني مع المراهقة، وتيبدا بعض الأعراض، لأن مرض الفصام فيه عدة أشكال. هناك الشكل اللي نقوله ما يسمى لاسكيزوفريني سامبل، مرض الفصام البسيط، وتتكون عنده واحد الأعراض ديالو. الأكثرية يكون الإنسان انعزالي، ما تيبغيش يهضر مع الناس، ما تيبغيش يكون اجتماعي، يعني بحال ما يسمى بحال بعض الأعراض التوحد، يعني دائما بوحده، ما تيتخلطش مع الناس، الاهتمام بالذات هو يعني شوية تيقل، الطاقات العقلية ما يسمى الكاباسيتي كونيتيف، خصوصا من ناحية مثلا الدراسية، ماشي أنه ماشي ذكي، لا هو ذكي، ولكن ما عندوش الطاقات العقلية باش يقرأ باش يحفظ باش يستنتج، يعني بحال جميع الطلبة. عندنا هذه مجموعة الأسباب يعني الرئيسية اللي نقولوا راه يكون في الرسوب ديال المدرسة. وعلاش نجيبوها؟ يعني طبعا يعني هذا مرض الفصام يقدر يكون هذا الشكل، هذا الشكل بسيط وراه يبقى هكا بدون ما يسمى اضطرابات في تصرفات الإنسان. لكن هناك عدة أشكال في مرض الفصام. هناك يعني المرض الفصام مع مخالط مع مرض الاكتئاب ما يسمى السكيزو افكتيف، يعني تتكون عنده اعراض فصاميه واعراض اكتئابيه. هناك بعض الخلط، بعض النوبات يقول انا شو بيبولير، يعني تيقول بيبولير يعني اضطراب الوجداني، اضطراب ذو القطبين، وهو عنده مرض الفصام. يلا كنشهد ليا ما جا واحد المريض اللي كان يعني عنده واحد الافكار انتقاميه وبغى يقتل يعني شي واحد، وقال لي انا شو بيبولير. هو ماشي بيبولير، هو عنده مرض الفصام. وطبعا الشكل اللي خطيف مرض الفصام، طبعا كاين لاسكيزوفرينيا كاتاتوني، كاين بزاف الاشكال، ولكن اخطر الاشكال في مرض الفصام هو ما يسمى لاسكيزوفرينيا بارانويد، يعني مرض الفصام ولكن مصاحب ما يسمى يعني بضلالات، يعني تيكون عنده هلاوس سمعيه، تيسمع اصوات ماشي افكار. هناك فرق بين الافكار وبين الاصوات، يعني اذا انا تيكون تيسمع اصوات، داك الاصوات يقولوا له مثلا دير هادي ما ديرش هادي، تيتحكموا فيه، تيقولوا قتل او لا لوح راسك او لا انتحر او لا كذا. المهم تيكون هذا ما يسمى لي زالوسيناسيون، يعني ضلالات يعني السمع، كذلك يعني تخيلات. هاد التخيلات تصدر جي تخيلات حتى هي فيزوييل، يعني لي زالوسيناسيون فيزوييل، اولفاكتيف حتى هي ديال الشم مثلا او ديال الاحساس، ولكن على الاخص تيكون ما يسمى لو ديليغ دو بيرسيكوسيون، يعني الافكار الاضطهاديه والافكار التاويليه. يلا شفت واحد الحاله عند واحد المريض هذا اللي شد واحد يعني واحد الموس ومشى لوسط الطريق، وجاي واحد السيد بواحد الموتور. المهم يعني هو تخيل له بان ذاك الانسان اللي جاب الموتور واحد الشخص اللي باغي يقتله وكذا، ويعني ومشى يقتل السيد يعني بداك الموس ديالو. الحمد لله قدر الله انه ما قتلوش، ولكن بحال هذه الحالات كثيره بزاف تيكون هاد الضلالات الاضطهاد. كانت عندي واحد الحاله اللي كنت شفتها في السجن، واللي كان الرجل قتل مراته، ومراته حامله وهي مسكينه امراه ملتزمه وكذا، وهو حتى هو كان ملتزم بالحياه ديالو وكذا وسميتو، ولكن كان عنده لاسكيزوفريني بارانويد، يعني نقولوا مرض الفصام البارانويد، وكانت عنده هلاوس سمعيه، يعني تيتخيل له اصوات وتجيب له بان مراته غدير له السم، ومراته انها عندها علاقه مع البوليس وبغاو يقتلوه، جا وشدها وقتلها بالموس وهي حامل. يعني ملي سولته انا قلت له علاش قتلتيها، قال لي انا قتلتها قبل ما تقتلني. اذا هذا المرض هذاش خطير، ولا بقى ذاك المريض بحال دابا هكا، لا بدا تيدوز، هو قبل ما يقتل مراته كان يعني دار محاولات، شي نوبه مثلا شنقها ولا ضربها ولا تكربص عليها، وكانت عنده التاويلات، يعني تتبقى حتى يعني تتوصل لواحد النوبه لو كريم، يعني الجريمه العظمى. عندنا بحال هاد المرضى هادو، هذه اخطر الحالات ديال لاسكيزوفرينيا بارانويد. عندي واحد المريض مثلا كذلك اللي شد باه ويماه وقتلهم بجوج وقسمهم، يعني ودارهم مثلا يعني في الفريغو،
يعني هو ما كانش عنده سميتو. كاين بزاف ديال الحالات، مثلا كانت واحد الحاله واحد النوبه في الدار البيضاء اللي كان واحد المريض يعني تنظن في كليه الطب واللي كاع خرج الاعضاء. شحال هذه الحاله؟ هذه اكثر من شي 30 سنه تقريبا ولا 25 سنه، وخرج الاعضاء ديما وخرج الكبد ديالها وكذا. اذا بحال هذه الحالات تكون خطيره، هذه ديال سكيزوفرينيا بارانويد، وهي الحالات اللي كثيره بزاف. وطبعا يعني مرض الفصام تيكون يعني مجموعه الاسباب ديالو مرض، يعني هناك اسباب وراثيه. يعني عندي واحد الحاله، واحد العائله سبعه ديال الخواتات كلهم عندهم مرض الفصام، ولكن كاين واحد المصيبه كبيره اللي عندنا في المغرب، وهي يعني الحالات بحال هكا ولكن عندها علاقه بالمخدرات. ومادام المخدرات منتشره في البلاد بزاف، هاد المخدرات خصوصا الحشيش ويعني كل انواع المخدرات، يعني هي تعطينا حتى هي حالات شبه فصاميه مع هاد الهلاويس حتى هما، ومع ضلالات الاضطهاد وهاد الافكار وهاد سميتو والتاويل وهكا. وتيقدر الانسان ما يكون عنده والو ويعني ويولي مجرم الله يستر، ويقدر يقتل شي واحد. إذن علاش نعرضوا على هذه الحاله بحال هكا، بحال هذه الحالات هكا، باش نتجنبوا يعني المصائب الكبرى. هذه السيده اللي قتلها راجلها، ولا هذا السيد اللي هز الموس ومشى يقتل ذاك مول الموتور وكذا ولا سميتو، يعني هاد يعني نقدروا نتجنبوا هذه الاشياء. وكا كان هذه السيده شحال هذه تفرقت معاه وشافته مريض، يعني شنو تقول له؟ يعني شنو هذا؟ واش هذا السحر؟ واش هذا الثقاف؟ لا، هذا ما هو لا سحر ولا ثقاف ولا حتى شي حاجه. هذا مرض الفصام، وخصوصا هذا مرض الفصام البارانويد هو من جمله الاسباب، يعني مرض رقم واحد في الاجرام، اللي مثلا يعني يقدر يسبب جرائم كبرى، وكذلك اللي عندها علاقه يعني بالمخدرات حتى هي تعطينا هذا الشكل هذا. اذا الا كان رجلك مثلا عنده هذه الحاله بحال دابا هكا، هذه حاله خطيره، ما خصكش تبقى ساكته ولا تقول دابا دابا يجيب ربي الشفاء ولا كذا. ضروري ديه راجلك يتعالج، ولا المراه الا كانت هي عندها مرض الفصام حتى هي بحال هكا. كانت عندي واحد السيده اللي لاحت بنتها وهي فارماسيان، ولاحت بنتها من التروازيام ايطاج وقتلتها. اذا مرض الفصام يقدر يجي للرجال ويقدر يجي للعيالات. طبعا نسبه مرض الفصام 1% هي تقريبا في سميتو، ولكن نسبه المخدرات نسبه كبيره. اذا عندنا عده حالات ديال المخدرات اللي تعطينا هذه الحاله الخطيره جدا. اذا يعني اي اعراض اللي تنحكيو على هذه الحاله هذه، ما تبقاوش يعني صابرين وخليو. عندي واحد السيد اللي كان ياخذ الدواء، ومن يوقف الدواء قتل يماه مسكينه فمرها 70 سنه. اذا يعني الله يجزيكم بخير. اي مريض عمر عنده مرض فصام ضروري يحصل يتعالج، ضروري يشوف طبيب نفساني، ما يشوف لا عشاب لا فقيه لا كذا لا حتى شي حاجه، لا رقيه لا سميتو لا حتى شي حاجه ما تتنفع معاه. ثم اذا كانت الحاله خطيره ما تبقاش صابره بحال هذه المراه مسكينه اللي ماتت ومشات هكاك هباء منثوره. علاش؟ لان الصبرات كانت عايشه مع الرجل بالمفهوم الدارجي مسطي، حمق مهبول، يعني مسكين واحد الحمق، حمق ما بعده يعني حمق. انه خطير، يعني هذا مرض الفصام الخطير، ممكن يتسبب اي اجرام، ممكن يقتل يماه، يقتل باه، يقتل خوته، يقتل اي واحد في الشارع. طبعا ماشي كل المرضى خطيرين، ولكن هناك بعض هذه الحالات بحال هكا اللي تنقول هما اللي خطيرين. اما باقي الامراض النفسيه ما تيشكلوش شي خطر كبير، لكن الناس اللي يقولوا مثلا اليوم بعقلهم هما اللي حمق بزاف، وهما اللي مثلا يعني تنشوفوا هذه الحروب في العالم وهذا القتل وهذا الاجرام وهذا، يعني هادو واش عندهم لا سكيزوفرينيا بارانويد ولا شنو عندهم؟ مصيبه عظمى يعني حقيقه اللي تلاحظوا حاليا من درجه الاجرام والقتل يعني وهاد الاشياء هادي. اذا نتمنوا على انكم فهمتوا هاد الحاله ديال مرض الفصام، خصوصا مرض الفصام البارانويد اللي يعني تيكون خطير على نفسه، خطير على الناس، واللي يحصل العلاج في اقرب الاوقات. شكرا لكم، ادام الله عليكم الصحه والعافيه. رقم العياده 0522 26 52، رقم الواتساب 0664 00 95، او 0664 00 33 30. لا كنتي باغي الفحص تقول لي اوكي باغي الفحص، جو في اون كونسلتاسيون، او لا انت لي كونسلتاسيون. حضيو راسكم من بعض النصابين اللي يعني ياخذوا لي فيديو ديالي وتصاور ديالي باش يبيعوا لكم بعض المواد السامه، هذو الجماعه ديال المجرمين وديال النصابين. اذا شكرا لكم، وادام الله عليكم الصحه والعافيه.